دهوك السينمائي التاسع مع الزميلة سرايات. بمشاركة دولية ومحلية افتتح مهرجان دهوك السينمائي التاسع في محافظة دهوك، وكان المحور الرئيسي لهذا المهرجان هو الهجرة. وقد تم افتتاح قاعة في مخيم دوميز للاجئين السوريين سيتم عرض الأفلام فيها، وبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في هذا المهرجان 98 فيلما، منها 47 فيلما كرديا وثلاثة أفلام عربية، أما العدد المتبقي فهو للأفلام الأجنبية. المحور الرئيسي لهذه الدورة للمهرجان هو الهجرة، ولأنه المحور الرئيسي تم افتتاح قاعة خاصة في مخيم دوميز الذي يحوي لاجئين كثيرين من إخواننا السوريين، فتم افتتاح قاعة خاصة لعرض الأفلام المهرجان في ذلك المخيم. هذا المهرجان يتطور أكثر ونسبة المشاركين يكون أكثر، ونرى وجوها من الفنانين من كافة أنحاء العراق والدول المجاورة وأوروبا، وهذا دليل أن هذا المهرجان ناجح وأن السينما الكردية أصبحت لديها مكانة من بين السينمات العالمية أو الإقليمية على حد أقل. المهرجان السينمائي وحسب المراقبين والمعنيين شهد تطورا ملحوظا، وبدأت الطاقات الفنية الكردية تأخذ مساحتها في الساحة الفنية، كما إن المشاركة في هذا المهرجان فاقت التوقعات، وبالتالي سيكون هذا العامل سببا رئيسيا في نجاح هذا المهرجان. حقيقة مهرجان دهوك سنة عن سنة في تطور هواية، والأفلام الكردية يعني هسه تشوف في كل المهرجانات الدولية، في كل المهرجانات المشهورة أكو أفلام كردية، أكو طاقات من كردستان، أكو سواء كان مخرج أو سيناريو أو ممثل، وهذا يعني أعتقد هاي المهرجانات ساعد في تبادل العلاقات والخبرات بين المخرجين والسينمائيين خارج الأقليم وداخل الأقليم. طبعا العدد الحضور فوق التوقعات اللي توقعناها بصراحة بسبب المونديال، نقدر نقول وسام فخر إلنا حضور عدد هائل من فئات المختلفة من المجتمع، من مجتمعات محلية ودولية. أرى في كل عام تطور أكثر في هذه المهرجانات، وهي لديها أهمية كثيرة لتعريف العالم والعراق كلها على السينما الكردية وعلى الممثلين والمخرجين الكرد ومستوى ثقافتهم الفنية. إقبال كبير ومشاركة واسعة شهدها مهرجان دهوك السينمائي بنسخته التاسعة الذي شملت عدة أفلام من دول عربية وأجنبية. سرايات لبرنامج صباح الخير يا عراق، دهوك.